رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. ويعني وزي ما احنا متعودين كده من اول الشهر الكريم احنا عمالين نلف مصر حتة حتة، من الصعيد للبحيرة لاسكندرية، والنهاردة بورسعيد. وبورسعيد زيارة انا بحبها جدا الحقيقة، علشان انا جيت هنا الزيارة دي كنت جيت من قد ايه؟ سنتين؟ من سنتين. زيك يا ست الكل؟ زيك انت يا حبيبي. عامل ايه؟ شرفت بورسعيد. بورسعيد حلوه بيكو. لا والله ده كرمت بيك وحياتك. بس انا عايز اقولك حاجه، انت حلاوتي عن المره اللي فاتت. ما تحرمش منك. ايه السر؟ قولي لي ايه الخلطه؟ ما انت ايه؟ كل ما يكبر كل ما يحلو. لا بس انت حلوه على طول. العمل كل ما تكبر. انت طبعا عملك يعني ما يعلم به الا ربنا. عملك اخباره ايه؟ الحمد لله. كويس. ما دام انت مع ربنا. ربنا مش هيلومك ابدا. ماشي. اضحك عليا اضحك عليا. لا والله قول يا رب ربنا ما كريم. انت اخبارك ايه بقى؟ عملت ايه في ايام كورونا والدنيا الزحمه والناس كلها بقت يعني زعلانه؟ وحشه قوي، وشفنا ايام وحشه قوي. يكفي ما كنتش تشوف حبايبك ولا ناسك ولا اهلك ولا تعرف ده مين ولا ده في ايه ولا كان ايام وحشه. ربنا يعدها ما يعودهاش يا رب على المسلمين اجمعين يا رب، على الدنيا كلها النبي يا رب، وتفكها عننا بقى يا رب. انت رمضان كده رمضان كشرتي كده. ليه احنا رمضان بقى يعني خلاص كورونا دي بقى هتروح في داهيه بقى. يا رب. طب بقول لك ايه، احنا كل يوم في رمضان السنه دي بقى بنروح لست الكل كده وتقول لنا طبخه، فاحنا جينا بورسعيد كده في ايام الشهر الكريم. احنا ايوه انت ما تعطيش وقت. ايوه سمك مقلي اهو. ايوه ماشي، هتفطرين سمك مقلي ان شاء الله. ومع ايه؟ ومعاه صيادية ورز صيادية وسمك صيادية. يا سلام يا سلام، عشان اللي بتوع مصر بحب السمك الصيادية. ايه ادي الرز الصيادية اهو. ايوه والصيادية اهي. ماشي حتى لسه اهي. أيوة. السمك ان شاء الله. ماشي وقلنا السمك اهو. ماشي كده امان يعني. امان 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 الحمد لله. طيب مع الحاجات دي عز حبايبنا والله. لا ما انا قاعد وهنفطر سوا النهارده ان شاء الله. نفطر سوا باذن الله. ماشي نصحى سوا باذن الله. لا ده انت كده هتخليني اقعد عندكم مروح. يا الف مرحبا والله والله. اجيب العيال بقى. والله ما شاء الله الارض سوق على دماغك. ربنا يسعدك يا ست الكل. ربنا يخليك. انت عزيز علينا قوي استاذ احمد. ربنا يخليك يا احمد ابنك مش استاذ ولا حاجه. انا بطلت ادرس من زمان خلاص. الله يعز. احنا ايه احلى حاجه في الشهر الكريم؟ احلى حاجه في الشهر الكريم اللي الناس كلها بتحب بعضها. يعني الناس لازم تستنى رمضان عشان تحب بعضها؟ يعني بقى في حب اكتر من الاول، او بتروح لبعضها. وانت النهارده عند امك وامك عندك واختك عندك وبنسال على بعض وبنروح نفطر عند بعض وكده. احلى حاجه في رمضان لما تحبي تتعزمي عند حد بقى، او حد مين اكتر حد يعني الناس بتفضل تعزم بقى، فانت تعبانه مش قادره. الا عزومه حد معين لو عزمك ما تقدريش تقولي لا لازم تروحي العزومه بتاعته. دي عمته اخت جوزي. اخت عمك محمد دي يعني اول ما تعزم لازم تروح. لا لازم نروح لها الحاجه شادية لا عزيزي. اصل لما تكون بتعز انسان ويعزمك ما تقدرش تقول له لا. استنى يقول له اخت الزوج دي بقى وفي اول الجواز بقى تبقى ايه بقى صعبه قوي. لا ويعني عارفه كده قرشانه وحاجات كده. لا احنا دخلنا عن الناس دول اجورنا واحنا رحنا لهم. لا. كنا اهل واخوات واصحاب لغايه النهارده. ربنا يديم المعقول. ما كناش لعمه ولا مرات اخ. يعني يمكن حاجة تصير نحكيها لبعض. ايه الاكلة اللي هي بتعملها حلوة بقى بما انها تبقى شايفانا وسمعانا النهاردة؟ هي يعني هم يعني اهلها اهل جوزها ناس صعايدة. فهم يحبوا حب الملوخية والبامية والحاجات دي. الويكة بقى ولا بيعملوها بطريقة الصعايدة. ايوه فالله بيعملوها حلوة قوي. بروح لها بتبقى حاجة جديدة علينا. وريني البامية. بنروح بقى ناكل عندها حاجات. هي ساكنة فين؟ ساكنة في الأبوطي. هنا في بورسعيد ولا قريبه منكم ولا قريبه؟ تمام. بناخد تاكسي ونروح لها على طول. ماشي انا هاخدك ونروح لها بعد ما نفطر. والله الواحد انا جاهز السحور. زين ما تروح وحياه ربنا يا ريت. مش معارفك خلاص انا معاكي. انا جاي باب جديد وجاي. ده انت يعني انا متاكده ربنا يخليك ان انت هتخش بيت اخت لك. ربنا يخليك وحياه ربنا. ربنا يخلي لها عيالها يا رب. قولي لي بقى ايه الدعوه اللي بتفضلي تدعي بيها طول الشهر الكريم السنه دي كده ونفسك ربنا يحققها؟ ان ما يحرمناش لحد. يجعلنا نقتي ما نستعطش. واحدة واحدة علي عشان الدعوات دي حلوة قوي. أول حاجة ربنا ما يحوجك لحد. ربنا ما يحوجكش لجنس حد. ولو طعت ما تستعطش.
الشخصيه بتاعتي من 19 عام. فاهم تكون ما هو انت على فكره انت كريمه اصلا 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 يعني يعني ربنا يدينا يا رب ويديك ربنا يصلح لك الحال يا رب ويسترها معانا يا رب والله يا رب.